اهلا بيكم في حلقه جديده من سفره دايما. النهارده سفرتي كلنا بنحب نوصل للكرانش تشيكن، نفسنا نعملها زي بتاعت بره لاولادنا وتكون بيتي وصحيه، وتبقى متاكدين من المصدر اللي احنا بنعمله منها وان هي تكون سليمه وتكون في زيت معمول كويس. ممكن اعملها في البيت زي بتاعت بره بالظبط. النهارده حبيت اعملها لكم كفرخه كامله زي بتاعت بره بالظبط، كرانشي وفي نفس الوقت فيها التتبيله بتاعت جوه، وتكون برضو مش ناشفه من بره وتكون طريه من جوه. الميكس ده بيبقى صعب ان احنا نوصل له، بس بخطوات بسيطه قوي ممكن نوصل له وتنجح معانا لو عملناها صح، ان احنا تبلنا الفرخه نفسها صح وبعدين عملنا لها طبقه التغطيه وكانت صح، وسبناها ترتاح وحمرناها في زيت غزير سخن مش محروق. تفرق ان هو يكون سخن عن ان هو يبقى محروق فتنزل تغمق على طول في الزيت. عايزه ابتدي معاكم بالمقادير. مقاديري بسيطه وموجوده، بس هنقسمها لمقادير تتبيله ومقادير تاني تغطيه للفراخ نفسها عشان تطلع كرانشي جدا وتكون لونها فاتح ويكون من جوه فيها اللون الاحمر اللي احنا بنشوفه بره لما بنشتري فراخ اللي هي المقرمشه، بيبقى فيها زي طبقه حمراء كده من جوه. احنا بنفتكر ان هي شطه، بس هي مش كلها شطه، في حاجات بنحطها غير الشطه تخليها تكون حمراء وفي نفس الوقت كرانشي من بره. يلا نبتدي مع بعض نقول المقادير. عندي للدجاج الكرانشي عندي 1 دجاجة، هقطعها لـ8 قطع علشان تكون أسهل في التحمير، واللي عايز يقطعها لـ4 قطع تبقى صدرين وركين ممكن، بس يعني كل ما تبقى القطعة أصغر كل ما تبقى في التحمير شاربة التتبيلة أكتر وتكون أسهل إن هي تتحمر أسرع. هتبل كل ده بخليط ممكن يكون جديد علينا إن احنا نتبل بلبن، بس هو ده بقى الحاجة اللي بتخليها تفضل طرية، والليمون اللي هيخمر اللبن، ملح وفلفل اسود، بابريكا، بصل بودرة، ثوم بودرة. هغطي كل ده بدقيق وملح ونشا وثوم بودرة. هعمل مع ده صوص العسل اللي هو عبارة عن 1/4 كوب عسل ومية وزبدة. هقدم كل ده مع كابوتشي مفروم. اعتقد ان هي مقادير متواجده عندنا كلنا. طبعا في ناس بالذات للفراخ الكرانشي في ناس قالت انه نعملها بكورن فليكس، وفي ناس تاني بتعملها بنشا، وفي ناس بتحط بيكربونات صوديوم، وفي ناس بتحط بيكنج باودر، في كذا طريقه ليها. بس هي الفكره كلها مش ان احنا نقعد نزود في مقادير، الفكره ان احنا نقطعها مش كبيره وتكون الفرخة نفسها مش كبيرة عشان احنا مش هنسلق وبعديها نتبل وبعديها نحمر، احنا هنحمر على طول، فلما بنسلق في طعم بيروح، فلازم تكون الفرخة نفسها مش كبيرة. دي اول حاجة. تاني حاجة لازم نعمل لها فتحات كده صغيرة، الفتحات دي عشان تدخل التتبيلة اللي احنا هنعملها. واخر حاجة ان احنا بعد لما نعمل طبقة التغطية لازم نسيبها ترتاح وتمسك فيها، علشان لو ما مسكتش فيها الطبقه مش هتبقى كرانشي، هتنزل في الزيت هتفك على طول. لما بنغطي اي حاجه هنحمرها ونروح مدخلينها الزيت من غير ما ترتاح شويه، اول ما بتنزل زيت سخن بتروح فكه، فنلاقي طبقه التحمير في حته والفرخه في حته. بس هنفتح ده كده وبعدين هنعمل طبقه التتبيله. يبقى احنا كده عملنا فتحات في كل قطعه، يبقى احنا عملنا فتحات في كل قطعة فراخ علشان التتبيلة تدخل جوه. في العادي بتاعنا في اي تحمير بنعمله بنزود، مثلا لو هنعمل بيضتين بنزود لهم معلقتين لبن او شوية لبن صغيرين يطري معانا الموضوع ويخلي الفراخ تفضل راتبة كده من جوه. النوع ده بقى من الفراخ الكرنشي احنا بنتبلها باللبن، بنخلي اللبن يخمر مع خل او ليمون وبنزود باقي التتبيلة، ودي بتكون التتبيلة. ده غريب شوية، المفروض ان احنا بنعمل ده بنحط ليمون او خل زي ما انا عملت كده ونسيب اللبن لحد ما نلاقيه فصل، احنا عايزينه يفصل عشان يخلي لي طبقه التتبيله تقيله شويه جوه. طبعا انا دلوقتي مش هقدر اخليه يفصل، بس انتوا هتخلوه 10 دقائق وبعديها هتكملوا باقي مكونات التتبيله. عندي هنا شويه شطه وعندي ملح، ملح حلو عشان مش هحط ملح تاني، وعندي فلفل اسود، وعندي ثوم بودرة وبصل بودرة، شيل بقى ده كده. عندي بقى الصوص الحار،
في دلوقتي نوعين من الصوص الحار، في الصوص الحار اللي هو السائل جدا ده، وفي اللي هو بيبقى سميك شوية اللي هو بيبقى اسمه سيراتشا. ممكن السميك ده بيكون احلى في التتبيلة، السائل هتضطروا ان انتوا تزودوا كتير ومش هيعمل اللون الاحمر القوي لما يدخل في اللبن، هيبقى لونه لسه فاتح، فانا بفضل ده. بس لو المتواجد عندكم اللي هو السائل اكتر مفيش مشكلة، بس هتزودوا الكمية شوية. لو انتوا واخدين بالكم ده اللون اهو من قبل ما نحطه في الفراخ، ده اللون اللي لما بنشتري فراخ محمرة نفتحها كده نلاقيها حمرة من جوه. هو الموضوع مش شطة بس، هو فكرة اللبن اللي بيخمر مع الخل او الليمون مع الصوص الحار، مع ان في ناس بتزود شوية بابريكا، في ناس بتحط لون احمر صناعي، انا مش حابة نزود بقى الحاجات دي، احنا المهم الطعم. وكده كده احنا وصلنا للون دلوقتي من غير اي الوان صناعية. المفروض بقى بنسيب اللبن مع الليمون او الخل 10 دقايق، وبعدين بنضيف لهم باقي مكونات التتبيلة. والمفروض ان انا بسيب المكون ده في الفراخ دي ليلة بحالها، ليلة بحالها مش ساعة، علشان تطرى جدا، تكون طرية جدا من جوه وتستحمل الضغط اللي هنعمله. هنعمل طبقة تخينة للتحمير، فانا عايزاها تشرب اللبن ده، فلما احطها في البيض احطها في الدقيق تعمل طبقة سميكة، وانا مش هحط بيض في التحمير ده. فمهم قوي عندي ان انا اللبن يمسك فيها اول ما احطها في الدقيق مع النشا، تعمل طبقة تخينة زي بتاعت بره وتبقى مقرمشة جدا. فمش هينفع خالص ان احنا نعملها يعني احط التتبيلة دي واروح حاطه طبقة التغطية واروح محمراها، هتبوظ خالص. انا هعمل دي قبلها بليلة واحطها في التلاجة، في التتبيلة، في اللبن، في كل حاجة. يبقى تاني يوم عندي العزومة او عندي الوصفة دي هعملها تاني يوم، تاني يوم اغطيها قبل الغدا بساعة وتبقى جاهزة على طول على التحمير. انا هعتبر بقى دلوقتي ان انا سبتها ليلة، وهطلع فاصل وارجع اغطيها معاكم ونحمرها، استنوني. تبلنا الفراخ ليلة، ليلة بحالها مش ساعة، وخلاص شربت اللبن، هنعتبر ان احنا تبلناها ليلة. عندي بقى دلوقتي طبقة التغطية. طبقة التغطية عبارة عن ايه؟ عبارة عن نشا ودقيق وملح وتوم بودرة. التوم البودرة ده حاجة اختيارية، انا بحب طعم التوم في الطبقة بتاعت التغطية، في ناس تانية بتحبش توم بودرة خالص، بتحبه يبقى عادي جدا دقيق وملح وشوية نشا وخلاص، مفيش اي مشكلة. ممكن تعملوا اللي انتوا بتحبوه، دايما في الطبخ اعملوا اللي انتوا بتحبوه بتفضلوه، بس هو الاساسي النشا والدقيق. انا مش بحط بيكربونات صوديوم ولا بحط اي حاجة ترفع معايا طبقة التغطية، انا عملت تتبيلة حلوة هتخلي طبقة التغطية تمسك بسرعة. شوية ملح صغيرين عشان جوه وبره تبقى التتبيلة مظبوطة، وتوم بودرة يدي نكهة لطبقة التغطية يخليها فيها طعم. مش هحط بقى شطة، في ناس برضو بتحط شطة في طبقة التغطية، بس انا مش بحب كده، يعني بدل احنا عملناها بشطة جوه مش لازم نفضل بقى نزود كل شوية شطة كتير. هنقلب بقى الطبقة دي كويس جدا كده. في ناس برضو بتعمل حاجة تاني، بتروح واخدة الفراخ تحط دقيق وبعدين مية وبعدين دقيق، تعمل طبقتين تغطية. كل ده علشان ما بنبقاش سيبنا الفراخ في التتبيلة ليلة، يعني كل ده حلول علشان الطبقة تمسك بسرعة. لو احنا سبناها ليلة احنا مش محتاجين نقعد نعمل كل ده، ولا محتاجين مية ولا محتاجين بيض ولا محتاجين اي حاجة. انا هعمل بايدي كده عشان عايزة اضغط جامد قوي، هحط الدقيق كده ونشوف مع بعض. واحنا بنعمل الطبقة نحاول نكلكع، نعمل كلكعة كده في الفراخ، الكلكعة دي بتعمل الكرنشي اللي احنا بنشوفه زي بتاع بره. كلكعة ازاي؟ زي ما انت شايفة، بصوا كلكعة، الكلكعة دي هي الكرنشي، الطبقة المقرمشة الحلوة. ناخد بالنا بس ان احنا نغطي كويس قوي كل الحتت، بصوا هي مسكت فيها على طول، انها ما قعدتش ليله، بس ما بتبقى بقى قاعده ليله، بتعمل على طول طبقات مكلكعه كده فوق، فاول ما نحمرها نلاقيها عملت الكرنشي اللي احنا متعودين على شكله اللي هو زي بتاع بره، فبتكون ظريفه جدا. نحط بقى كده، وانا بسخن زيت دلوقتي عشان واحنا بنعمل لطبقه التغطيه دي
بوريكو ازاي نحمر. معايا نسخة بقى قعدت ساعة في التلاجة، هوريكم طبعا شكلها حلو ازاي. طبعا بتتحمر في زيت غزير زي الفرايز كده، ويبقى زيت سخن مش ملسوع عشان ما يغمقهاش على طول. في الاول بنبتدي في زيت عالي الانسجة كده تتشد وطبقة التحمير تمسك نفسها، وبعديها ننزل للوسط عشان تستوي كويس من جوه. بصوا بيكون شكلها ازاي، بتكون ماسكة نفسها من فوق وعاملة طبقات كده كرانشي جدا. قبل ما نحمرها بنبقى شايفين ان هي عاملة شوية كلكعة كده، فاول ما تنزل في الزيت بنلاقيها قرمشت على طول. هعمل اخر قطعة معاكم ونبتدي نحمر مع بعض. نحاول واحنا بناخد من الطبق نغطس كده الفرخة في التتبيلة كويس عشان لما تنزل في الدقيق تعمل معايا طبقة تغطية تقيلة. النوع ده بقى من الفراخ ينفع نسيبها متبلة فيها في الفريزر وتبقى جاهزة للتغطية، لكن ما ينفعش نسيبها متغطية فيها عشان ده مش بقسماط، ده دقيق هيعمل مية ومش هيكون حلو خالص لو سبناها في الفريزر بيها. ممكن نسيبها متبلة للناس اللي مش بتحب تعمل حاجة في يومها، لكن ما نسيبهاش بالدقيق عشان الدقيق هيبوظ الدنيا خالص، هيعمل مية زيادة ومش هيكون حلو. غطي كده، كده تكون جاهزة. اخر حاجة بنعملها برضو عشان تنجح الفرخة دي معانا، ان احنا بنقعد نشيل الدقيق الزايد منها كده، عشان كده انا حتى عاملاها على خشبة. تعملوه على حتة كده تبقوا ينفع تبهدلوا الدنيا فيها، تنزلوا كده الدقيق الزايد منها اي عفرة فيها زيادة علشان ما تنزلش جوه الزيت. نعمل كده، ننزل اي حاجة فيها زايدة. بصوا بقى شكلها جميل ازاي. عايزه كده الكاميرا توريكم شكل الطبقات الكرانشي قبل خالص ما تقعد في التلاجة ولا اي حاجه. شكلها جميل جدا وباين قوي ان هي هتطلع مقرمشه من قبل حتى ما نحمرها. عندي بقى دلوقتي النسخه بتاعتي، بعد لما بترتاح بتطلع كده، بيكون ده المنظر ماسكه نفسها والدقيق بقى ابتدى يلف حوالين بعضه كده ويعمل طبقات الكرانشي حلوة قوي لان التتبيلة قوية. نزلها كده في زيت سخن، اول ما تبتدي تاخد لون فاتح تمسك نفسها شوية، نقلل بقى درجة الحرارة عشان من جوه تستوي كويس. حلوة قوي كده. هطلع فاصل بقى اشيل الحاجات دي وارجع لكم نعمل صوص الهاني ماسترد مع بعض، استنوني. ورجعت لكم بعد الفاصل، وعندنا بقى دلوقتي الصوص الحلو قوي بيتقدم مع الفراخ المقرمشه، بيكون ظريف عشان هو بيبقى مسكر وهي فيها شطه، فبيبقى ميكس حلو قوي. اول حاجه هعملها ابتدي احط كده مكعبات زبده تسيح، ولازم نحط كمية حلوة من الزبدة لان هو عبارة عن زبدة وعسل. فهنحط كده شوية حلوين، حوالي ربع كوباية زبدة. وعندي هما ثلاث مقادير، زبدة عسل مية، مش مقادير صعبة خالص. الزبدة بتبتدي تسيح بنزل عليها العسل وبس، الموضوع بسيط قوي. في ناس بقى بتحط الماسترد مع العسل مع الزبدة، ده نوع تاني من الصوص، ده برضو بتكون حلوة. انا هعمله صوص العسل والزبدة بس، مش عايزة احط له الماسترد عشان الطعم بتاع الفراخ تبان اكتر، حابة ان هي تكون هي الملكة بتاعت اليوم النهاردة. عايزاكم تشوفوا كده الفراخ وهي بتتحمر، لازم تكون الضغط بتاع الزيت زي ما انتوا شايفين هو مغطيها خالص، لازم نحمرها في ووك او في حاجة غويطة، ما ينفعش احمرها في حاجه تبقى جزء منها بره وجزء تحت، لازم تبقى كاني بعمل في حله ضغط، لازم كل الاجزاء بتاعتها تبقى متغطيه بزيت كويس جدا علشان تطلع من كل الجهات مقرمشه. اول لما الزبده بتسيح مش بنستنى لحد ما تغير لونها، بننزل العسل كده على طول، نبتدي نقلب واحنا بننزله عشان ما يعملش طبقه كده سميكه قوي. نعمل كده،
واخده بره كده اقلب وارجع تاني علشان ما يحصلش اي كلكعه. هنبتدي نحس ان السمك ابتدى يزيد شويه، لو الكاميرا تبين لنا كده السمك كل لما يبتدي يدخل في بعض ونلاقي اللون يبدا يبقى زي لون المستر ده كده شويه، يبقى هو كده ابتدى يبقى مظبوط. دلوقتي ابتدي ازود له شويه ميه صغيرين عشان بس السائل يدخل في بعض اكتر ويبقى سهل ان هو يغلي ويعمل سمك معايا مظبوط. ارجعه تاني على النار واسيبه كده ايه يدخل في بعضه ويعمل لي سمك حلو. الصوص ده ما بيقعدش كتير على النار لان هو عامل زي الكراميل شويه كده، لو قعد هنلاقيه عمل طبقه سميكه جدا ودخل في بعضه هيبقى عامل زي الشمع. هو بس كده يحس بالنار يتخن خلاص كده زي ما انتوا شايفين. بس كده سيبه بقى يبرد كده هنا لحد لما نخلص الفراخ ونبتدي نقدمه. حابه المقادير تنزل معايا تاني على الشاشه ونعيد مع بعض عملنا ايه. عملنا ايه؟ اول حاجه جبنا الفراخ قسمناها لتمن قطع عشان تتحمر اسرع، عملنا فتحات صغيره عشان التتبيله تدخل جوه الفرخه. بعد لما عملنا فتحات صغيره جبنا لبن خمرناه 10 دقائق مع خل او ليمون، انا استخدمت الليمون. بعد لما خمر 10 دقائق حطينا باقي مكونات التتبيله كلها. بعد ما حطينا باقي مكونات التتبيله اللي هي كانت عباره عن بابريكا وبصل بودره وثوم بودره وصوص حار ولبن وليمون وملح وفلفل اسود، ريحنا بقى التتبيله في الفراخ ليله بحالها عشان تعمل طبقه سميكه من التتبيله تكون سميكه كده وحلوه. بعد لما قعدت ليله رجعنا تاني عملنا طبقه التغطيه اللي هي كانت عباره عن دقيق ونشا وثوم بودره ورشه ملح مش اكتر، دقيق نشا ثوم بودره رشه ملح. وهكمل لكم الوصفه بس معايا استاذ عصام من القاهره. خير يا فندم، ازي حضرتك يا شيخ؟ استاذ عصام ازيك؟ ازي حضرتك؟ ده انا يعني بنستنى البرنامج كل اسبوع. ربنا يخليك. حضرتك طول عمرك منوره الشاشه وبالوصفات الجميله، واحلى حاجه النهارده بقى الفراخ لان ده العشق الخاص لينا. بتحب الفراخ الكرانشي؟ الفراخ الكرانشي طبعا، الكرانشي والكريسبي والفاهيتا كل الانواع الفراخ. بتعرف تعملها في البيت؟ مش كلها، الفاهيتا بعرف اعملها والكريسبي بعملها، لكن الكرانشي لا، ما لسه اول مره النهارده بقى بتفرج عشان اعرف. لا جرب بقى الوصفه دي هتعجبك قوي قوي، دي زي بتاعت بره بالظبط. طب ممكن بس تخلي الوصفه على الشاشه دقيقتين بس حتى نعرف نبص عليها، لان ممكن ما بنلحقش مع السرعه. المقادير قصدك؟ المقادير ضروري. حاضر هعمل كده دلوقتي، هننزلها لك تاني. وايه بقى يعني انت قلت حضرتك بس اللبن، هو اللبن ولا اللبن الرايب؟ ممكن لبن رايب وممكن لبن عادي، بس الرايب احسن. الرايب احلى. بيبقى اتخن فبيسرع معاك. لا الزبادي حاجه تانية خالص، هيعمل طبقه تخينه جدا. فهيفصل، احنا عايزين اللبن يخمر مع الدقيق مع قصدي الخل او الليمون. فلو حطينا زبادي هتعمل طبقه تخينه جدا، فلما تيجي تحط الطبقه التغطيه التخينه هتعمل ارتفاع عالي قوي فهتفصل منك في الزيت. هتفصل. بس هنزلك دلوقتي المقادير، ننزل المقادير تاني على الشاشه. وهقول لك عملت ايه تاني. ان شاء الله، شكرا جدا. ميرسي جدا. ميرسي لذوقك. ويعني احنا يعني بصراحه بنستنى البرنامج كل اسبوع. والوصفات الجميله بتاعتك. ميرسي جدا. جدا. شكرا. لا. فعلا اللبن الرايب بيكون افضل. ميرسي الاستاذ عصام، يعني عنده خبره في المطبخ شكله فاهم الموضوع. اللبن الرايب بيكون افضل جدا في الوصفه دي عن اللبن العادي علشان بيبقى هو سميك اصلا عن اللبن العادي فبيكون حلو فعلا. المقادير نزلت تاني على الشاشه، هنتبل بلبن ليمون بابريكا شطه بصل بودره ثوم بودره ملح فلفل صوص حار. اللي عنده اطفال يشيل الشطه والصوص الحار، هتبقى عادي زي ما بنروح اي مطعم بتاع فراخ كرانشي بيقولوا لنا عادي ولا حار، ممكن نعمل ده وممكن ده، المهم في الاخر عندنا الطبقه المقرمشه. لكن لو في اطفال طبعا ما نحطش كم الشطه دي. بعدين بعد ما بنريحها ليله، ولو باللبن الرايب ممكن تقعد 6 ساعات بس ما تقعدش ليله عشان هو اصلا بيبقى تخين عن اللبن العادي وبيخمر اسرع. بعدين بعد ما نريحها ليله هنعمل طبقه التغطيه اللي هي من غير بيض من غير بقسماط، عباره عن دقيق ونشا وملح بس كده.
وهنقعد نضغط قوي ونعمل كلاكيع كده واحنا بنعمل الطبقه بتاعه التغطيه، ونغطسها كويس جدا في التتبيله زي ما انا كنت وريتكم ان انا كنت بنزلها في السائل قوي، وغطيها كويس جدا عشان تمسك معايا على طول. يعني نحاول ناخد من السوائل اللي نزلت من التتبيله كاننا بنعمل في بيض، لما بنعمل بيض بنقعد ننزل كده في البيض قبل ما ننزل في طبقه التغطيه، نقعد ننزل في التتبيله كده عشان يبقى فيها سائل تمسك على طول في الدقيق. بعد ما بنعملها في طبقه الدقيق لازم تقعد ما بين ساعه لساعتين، وكل ما تقعد احلى هتبقى كرانشي، وكل ما تقعد اكتر هتبقى ماسكه معاكم اكتر، ما تفكش خالص في الزيت وتكون حلوه. ومهم قوي بقى ان احنا نهتم، الاطفال بيحبوا ايه؟ الاطفال بيحبوا اي جبنه سايحه، بيحبوا اي حاجه شكلها مقرمش. يعني الناس اللي بتشتكي انه لازم ياكلوا من بره، ممكن نعمل شويه حاجات صغيره نشدهم ان هم ياكلوا الاكل البيتي، زي الوصفه دي مثلا، حاجه الكرانشي كل الاطفال بتحبها، نعمل لهم مثلا زي الصوص ده معاها كده، حاجه يغطسوا فيها الفراخ تبقى دب حلو كده، طعم مسكر، كل الحاجات دي بيحبوها. فاحنا ممكن نخترع حاجات تخلي الاطفال تحب الاكل البيتي. لون الصوص والسمك بتاعه لو الكاميرا تجيبه كده مظبوط جدا، حلو قوي، ممكن يتحط في التلاجة يبقى جاهز معانا ان هو يتقدم مع اي حاجة محمرة احنا عاملينها. والفراخة اهي، زي ما انتوا شايفين ولا بنقلب ولا بنعمل اي حاجة، لان هي الزيت مغطيها كلها. الفراخة اهي اخدت لون هايل، وطبقة القرمشة بصوا جميلة وماسكة فيها من غير اي كورن فليكس، من غير اي حاجة، بسيطة وسهلة، محطيناش بيض، مفيش بقسماط، حلوة جدا، طلع اللون بتاعها قوي جدا، بصوا زي بتاعت برا بالظبط. بس طبعا هنحط كده الفراخ على مراحل علشان الزيت يتشرب كل قطعة كويس جدا، ولازم الزيت يبقى غويط زي ما قلنا قبل كده علشان تختص كده فيه، كأننا بنعمل ضغط، كأن حلة ضغط بالظبط، بجد منظرها زي بتاعت برا. وطبعا مش هلحق دلوقتي احمر معاكم كله علشان وقت البرنامج، فهبتدي كده اقدم اللي جاهز منها، وكل ما نسيبها فتره كل ما تبقى احلى، وكل ما تسيبوها في اللبن ليله مش نص ليله مش ساعه، لما تبقى لبن رايب زي ما قلنا في التليفون اللي كان معايا تقعد 6 ساعات، لبن عادي تقعد ليله في حالها عشان بيبقى ارفع. ونعمل طبقه التخمير اللي في الاول اللي هي بخل او بليمون، ونسيب اللبن يتخمر كده ويفصل يعمل الفصلان اللي فوق ده، وبعدين نزود التتبيله فتظبط كده معانا طبقه القرمشه، هتكون حلوه جدا. بصوا جمال الطبقه ولونها فاتح ازاي وكرانشي جدا، عملناها اهو بيتي من غير ما نشتريها من بره، من غير اي حاجه، سهله وبسيطه. هسيب بقى الباقي يتكمل كده التحمير بتاعه، وهقدم كده الفراخ عليها عشان تمتص اي زيت فيها كده. نحط كده الصوص بتاع الزبدة بالعسل، صوص حلو قوي كده جانبي، عايزاكم بقى تجربوا الوصفة الخطيرة دي وتقولولي رأيكم، وتقولولي ان انتوا طلعتوها كرانشي كده وتبسطوني. ناس كتير كانت بتشتكي ان الطبقة بتاعت التغطية بتفصل منها في الزيت، وريتكم النهاردة ازاي تعملوها بمنتهى السهولة من غير بيض من غير بقسماط، بس بلبن رايب او لبن عادي، وفكرة تخمير اللبن. بصوا حتى اللي جوه الزيت في ثانية بتاخد لون، كل ما ترتاح كل ما هتلاقوا طبقة التحمير ماسكة نفسها وكرانشي جدا. ريحوا بس الحاجة وده وقتها هتطلع معاكم حلو قوي. اتبسطت قوي معاكم النهاردة في حلقة سفرة دايما، عملنا كرانشي تشيكن. هستنى تقولولي رأيكم على السوشيال ميديا، وتستنوني في حلقات جديدة من سفرة دايما. شكرا.